طلعت الخيار والبندورة. أمي ما رح أحط الخسة كلها، بحسها كثيرة. إيه؟ ما بعرف، ما فتحت معي. أوكي هلأ هشيل، ما رح أحط النعناع كله طبعاً، يعني هيك كم عرق بس، كرمال تتنكه السلطة بالنعناع. اللون بكفو. البقدونس كمان نفس الشيء، ما راح احطها كلها، او لا ممكن لانه البقدونس كثير طيبه مع السلطه، البقدونس حضيفها كلياتها. بس اول شيء بدي اغسل هذول. مهم الشيء خس. امي هذا كانه ملفوف. بس على شكل ما بعرف هيك حسيتها ملفوف. سلطة الملفوف كمان طيبة. وش رح اعمل؟ الخيار ريحته بتطلع كتير. يا سلام ريحة البهارات بلشت تطلع يا جماعة، مو بلشت تطلع، طلعت. نور بقى نطلع خيارتين بس، حاسة انه خيارة حتكفي، خيارتين كتير حيصير الموضوع عبارة عن خيار. راح اشوف هلا بس اشر هاي اذا ممكن نضيف خيارة ثانية او لا. بحس انه بكفي خيار. شوفوا شايفين، بحس هاي الكمية ما راح ضيفلها خيارة ثانية. هدول ما راح احطهم مثل ما هنن، لا راح افرمهم مثل ما هنن هيك ناعم. هذا مو نفس الممثل تبع المتوحش فريد؟ هيك بهالطريقة بفرمها. فرمت الخيار والنعناع، هلا بدي ارجعهم الخسة. طبعا فرمت منها شوي ضل هدلولة. الخسة انا بحبها تكون يعني ما كتير خشنة ولا كتير ناعمة، انه وسط. الأخضر الفاتح بيجي على الصفار للبياض، يعني كم لون في هاي الخسة. هيك خلصنا، فرمنا الخسة. ضل عنا البصلة، حأفرم معهم شوية بصلة وبقدونس والبندورة. البقدونس من هلا وافرم. غسلت البقدونس فرح خليه يتصفى شوي لبين ما افرم البندوره، بما اني ما فرمت. او بتعرفوا شو؟
لا خلص خلي البصل اخر شيء، ما بدي بلش دمع من هلا، ما راح افرم يعني انه هيك يعني تنكيها كمان. بصل البقدونس من هلا وافرم. غسلت البقدونس فرح خليه يتصفى شوي لبين ما افرم البندورة، بما اني ما فرمت. او بتعرفوا شو؟ لا خلص خلي البصل اخر شيء، ما بدي بلش دمع من هلا، ما راح افرم يعني انه هيك يعني تنكيها كمان. كمان بندورة واحدة بتكفي، ما راح احط ثنتين. هيك بنكون خلصنا تمام الفرن البندورة، بقينا عنا البقدونس والبصلة. حنبلش من هلا بالبقدونس. بستمتع وانا عم بفرم البقدونس، ما بعرف ليش. هلا بنبلش نفرم. كثير ظريف البقدونس اللي جايبته ماما. هيك بتكون السلطة جاهزة، بس ما رح تبلها هلا، تبلها آخر شيء كرمال ما تذبل. المهم هلا شو لازم أعمل؟ لازم أطمن على الجاهزات يستووا ولا لا. أو استووا الجاهزات أعمل لازم أطمن على الجاهزات يستووا ولا لا. أو استووا الجاهزات. ايه والله يا مامي استوى، لانه حطيت لك حطيت السكينة فاتت بكل رياحة. اوكي حملحهم. بلا ماما شغال. حطيت له الملح بس كأنه زودت ملح كأنه. بلا ما بدك تحمري الدجاجات؟ ايه شغال عندي الفرن. ايه يا سلام. الله عليك يا ماما. خلص خلص ها؟ حاطفي عليهم طفيت. ماما عم تقلي شوفي لي اذا عندك فلفل احمر. ايه عندي. الحار هذا ما؟ ايه بدك تأمري الدجاجات ماما؟ يا سلام يا سلام. ماما هلا صار دورها؟ وفاتت على المطبخ. شايفين؟ هلا بدنا